والألم لو مو أنا يخلق ندم، بس أكيد اللي يصير ما من عدم آدم. كم بتاخد كم بتعاطي، كم يطول كم يطول عمرك دهر هذا محال. بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان، يسرع ياخد من العمر أحلى العمر. بس لو تطال الزمن والزمن ليه زمان، يسرع ياخد من العمر أحلى العمر. الدنيا دي مو دايما لأنك شي في زوال، تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان، تفقد الأمان كل الأمان. الألم والاختيار والزمن لك اختبار، رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار. بس ابوك كيف يسامحك وانت اللي داف منه؟ فمن عفا واصلح فاجره على الله، انه لا يحب الظالمين. استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم، استغفر الله العظيم كل ذنب العظيم. بعدين معك لما انت بتضل على هذه الحالة؟ لغاية ما أعرف السر بين هلال وسميرة. هذه المخلوقة عمرها ما كانت هادية معي في يوم من الأيام، أكيد في سر، والسر هو هلال. ما أدري إيش قالها بخصوص القضية، يمكن يكون صارت واثقة منه أكثر من اللازم ولهذه الدرجة. سميرة طيبة كثير، أخذت كفايتها من مشاكل، يمكن تريد تفتح صفحة جديدة معك. لا يا إيمان لا، سميرة عمرها ما فكرت بهذه الطريقة أبدا. هذه إنسانة عدوانية تريد تنتصر وتفرح بانتصارها، لكن هذا بعدها. إذا سكرت باب بفتح له مليون باب. يا ريت نجلس نتكلم أنا وأنت دون ما نجيب طار السميرة يا عبد العزيز. أنت بعدك مصرة يا إيمان إن أنا وأنت نقيم مشاريع مشتركة؟ يا ريت يا عبد العزيز، يا ريت نخلص من سميرة ومشاكلك معها. مشاريعنا شيء يا إيمان، ومشاكلي مع سميرة شيء آخر، كلها بكرة. ورايح أحقق أول جولة من صراعي معها. Thank you.
إذا السالفة كذا ها؟ بصراحة ما كنت متوقع أن عبد العزيز ضعيف لهالدرجة، يعني كلمة مني تخلي يعيش حالة القلق والتوتر هذا. بس أنت ما قلتي لي، إيش اللي قلتي له علشان يعيش كل ذاك التوتر؟ أبدا، بس حبيت أغير أسلوب الكلام معه، الظاهر أن الأسلوب الجديد هذا نجح. يلا ما علينا. على العموم أنا بغيت أقول لك يا إيمان أني مسافرة بعد كم يوم، يعني عندي شغل حق الشركة، أبيش تخلين بالك زين من البيت والعيال، وبالذات منى لأنك أقرب الناس لها. حاضر، من عيني. إيش تريدني أقول لك يا غسان؟ الكلمة الزينة أنت قطعت، والصورة الحلوة عنك أنت اللي قطعتها ومحيتها من عقولنا. أنت بالنسبة لنا اسم انتهى من زمان، وما حد يطيق يجيب سيرته. لا أمك راضي عنك ولا حد راضي عنك. أنا ما حد يقدر يحل مشكلتي غيرك، لأنك أنت كبيرنا ومقامك عالي عنا، وكلمتك يا عمي مثل السيف على الرقاب. أنا ما إلي كلمة على أمك، أمك زعلانة واجد أكثر مما يدور في بالك، وما إلي كلمة على القلوب والنفوس الزعلانة منك. بس إلك كلمة على سلمى يا عمي، أنت تقنع سلمى، وسلمى إلها خاطر عند أمي، هي تقنع أمي، وحسان رأيه من رأي الوالدة. والجرح اللي سببته لسلمى شوية، أرجوك يا ولدي خليك في حالك وودر بنتي. قلبك يقول إنك ما سامحتني وغضبان علي، وأنا أقول لك معذور، معذور يا عمي. لو قلت لك إني راضي عليك بكون كذاب، بكذب عليك وبكذب على نفسي. يا غسان ارجع من وين ما جيت، وخليني أصفي النفوس بينك وبين أمك. أحسنت، أحسنت يا عم. استغفر الله العظيم. أريد أتكلم معاه شوية، أنا أريد أعتذر. ما في بيني وبينك أي شيء يا غسان. غسان! لو تعرضت لزوجتي في الشارع أو أي مكان تراك ما بتلوم إلا نفسك، فاهم؟ وانت يلا مشي قدامي، يلا. أنا كنت واثق إني ما بهون عليك، بتوقف لي. ما يتهون علي؟
مثل ما انا واثق انه ما حد من اهلك بيستقبلك، وكان لازم اوقف معك واساعدك. ايش تريد يا مرشد؟ انا عارف انك تكرهني وما تطيق تشوفني وتسمعني، لكن ما علي يا ولدي، تحملني شويه. واذا كان ما عجبك كلامي نزلني في اي مكان وسير من هنا ما باغي تسير، وصدقني ما بكلمك في شيء مره ثانيه ابدا، بخلي الكلام كله حالك. تكلم وخلصني. وانا واقف هنا في الشمس ما يستوي يمكن. تعالك. ما قلت اني انا واثق اني ما بهون عليك. قول اللي عندك وخلصني، انا ما عندي وقت اكثر من كذا. ما شاء الله، هاي سيارة حلوة غسان، وايد غالية السيارة. ما شاء الله ما شاء الله، اكيد غالية. ها؟ لكن كيف قدرت تشتري سيارة في هذا الوقت؟ انت ايش اشتغلت بمسقط؟ ادخل في الموضوع اللي تريدني فيه من غير لف ولا دوران، قلت لك ما عندي وقت. والله ايش اقول لك يا ولدي يا غسان، ما اعرف منين ابدأ. ابدأ من الموضوع اللي خلوك فيه اهلك، ولا ابدأ من زواج حسان من سلمة؟ الله العظيم ايش اقول لك، اما اهلك هذولا قصوى عندهم؟ مرشد انا ما اسمح لك تتكلم عن اهلي، ولو كان هذا هو الموضوع اللي تريدني فيه لو سمحت انزل خليني اشوف مصالحي. يا ود الله يهديك مالك يا غسان، لا تعصب كذاك بسرعة، خلينا نتفاهم. انت والله ما ابغى غير مصلحتك بس. للمرة الأخيرة أقول لك اختصر وادخل في الموضوع اللي تريدني فيه. والله إيش أقول لك يا ولدي، أنا أقول يعني نطلع من هالحارة هاي، نطلع يعني نشوف لنا مكان زين بعيد نتكلم فيه على راحتنا. في ناس واجد سايرين جايين ربشة، وبيني وبينك أنا ما أبغى حد يشوفنا مع بعض. أي أنت أعتقد فاهمني زين. الغدا وتغدينا عنا، والعصر قرب بإذن، هو لحد الحين ما رجع البيت. يا ترى انت وين يا مرشد؟ وايش تريد تسوي من وراي؟ ايش الامور اللي تخليك ما ترجع البيت؟ اكيد يتول لك كذبه جديده مثل عوائده، اعرفه زين، والكذب عنده مثل الماي. بس أنا خايفة من شيء واحد، خايفة اللي يكون رايح يشوف سلمى. ليش تقابله بالسر؟ لكن إيش اللي بينك وبينها؟ أنا لازم وحدي، لازم وحدي أعرف من غير ما حد يقول لي. الظاهر أن الموضوع مهم لدرجة أنك ما تريد الناس تشوفنا مع بعض. هذا هو الكلام الغاوي. رابعني الحارة القديمة. حارة القديمة ما حد فيها، الناس كلهم طالعين منها. أبغى أشوف سلمى مع مرشد هناك. اسمع عمتي زكية إيش تقول، تحسبنا بس تشتغل في الشرطة؟ أصلا سلمى وحسان تبهم بس خارجين من بيت الشايب خميس، وعم مرشد راح مع غسان في السيارة، وانت يلا روح البيت. نعم. قصدي روح البيت علشان ترتاحين. أقول مطر، ما عرفت عمك مرشد وغسان هين رايحين؟ لا والله ما أعرف، تعرف أنتي؟ غيب غابت عينك، غيب دهكم الحالة. يا ترى
ايش تريد من غسان يا مرشد؟ انا طول عمري كنت اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يرزقني بولد، لكن ترى ما كان من نصيب، وانا تزوجت اكثر من مره بس ما كان لي نصيب في الاولاد. اي نسوي بقى؟ لكن الحمد لله شفت فاطمه مثل بنتي واكثر، واخاف عليها. نعم اخاف عليها، نعم اخاف. ويوم فكرت اني اتزوج بنت عمك سلمى كنت ادور على الولد منها، لكن حتى هذا الزواج بعد ما كان لي نصيب فيه. يلا ما محظوظ، ما محظوظ، لكن يلا. ليش فكرت في الزواج من سلمى؟ انت عارف ان سلمى في عمر فاطمه وفاطمه في عمر بنتك، وبعدين معروف في البلد يا مرشد ان سلمى بنت عمي وتكون خطيبتي. انا عارف انك انت ما تريدها، عارف. لو تريدها كنت حاشا ما تقدمت لها. نعم، عشان كذا انا خطبتها اليوم ورفض، مثل ما ابوك رفض. وسوي اللي سويه وما حسى سوى شيء لا يرضي الله ولا خلق. انا اعرف الحين انت ايش اللي يدور في بالك يا غسان. ليش انا اقول لك هذا الكلام؟ لو ما قلت كنت سألتك يا مرشد. شوف يا ولدي، انا اعرفك زين واعرف اصلك وفصلك وانك رجال والنعم فيك. يعلم الله يا غسان يا ولدي اني احبك واحب اهلك كلهم حتى وان كان عادوني، ما عليه. تحبهم وانت تسرقهم يا مرشد؟ يصير هذا الكلام؟ طحين خلينا من هذا الموضوع، خلينا من هذا الموضوع. الله يهديك يا غسان، نتكلم فيه مرة ثانية. زين كمل موضوعك الأولي يا ولدي. فاطمة الحين كبرت وخطابها كثروا، نعم، لكن اللي خطبوها كلهم طمعانين في أموالها. نعم أنا أعرفهم زين، طماعين، يمكن يسرقوها ويرميوها. اي نعم، هذولا ضمائرهم ميتة، نفوسهم معدومة، ما فيهم ضمائر. وانا مالي ومال هالموضوع يا مرشد. سمعت؟ كيف مالك ومال هالموضوع؟ وهي اللي اختارتك من بين كل هالناس؟ ايش؟ بس انا ما خطبتها. لكن انا خطبت لك اياها. اي نعم، انا صرت في مقام ابوك ومقام ابوها. انا خفت عليكم انتوا الاثنين يا ولدي يا غسان. انت لو اخذت اموالها وفلوسها ما عليك، ترى هي زوجتك. اي، واكيد انت بتحافظ عليها وبتزيد تجارتها، ولا يمكن في يوم من الايام انك بتظلمها. انت مجنون ولا صاحي؟ أنا صاحي وأنت المجنون يا غسان لو ما وافقت على هذا الموضوع. إيه، وعشان تعرف صدق نيتي معكم. عمرك ما تسوي شيء ما من وراء مصلحة يا مرشد. إيش مصلحتك من زواجي من فاطمة؟ مصلحتي يا غسان إن أشوف بنتي مرتاحة مع إنسان هي اللي اختارتها بنفسها. إيه نعم، ومصلحتي أيضا إني أثبت لأهلك إني أنا إنسان ما شيطان. شوف يا ولدي يا غسان، انا اعرف عقلك زين. تشوف كيف الحين حالتك ما شاء الله، تغير حالك من حال لحال بكم شهر. انت اول هير والحين هير، سياره جديده وملابس غاويه وساعه حلوه ما شاء الله، واكيد عندك اشياء كثيره بعد نازلكم في مسقط. اي شوف يا ولدي، فاطمه بفلوسها وانت بعقلك. اي نعم، وفلوس فاطمه تقدر تعملوا اشياء واشياء ومشاريع ما لها اول ولا اخر. اي نعم، وبعدين مين المستفيد؟ انتوا اولادكم المستفيدين يا ولدي. اي نعم، واذا كنت ظن ان انا لي مصلحه ثانيه تكون غلطان يا ولدي. والله يسامحك ما عليك. الظاهر انت ما معي يا غسان. ما عليك، اخساره بس. انا معاك، معاك.
بعدك ما قلتي لنا وين مسافرة وكم يوم بتجلسي هناك؟ مسافرة حبيبي ألمانيا، رايحة أجيب معدات جديدة للشركة. هي كلها كم يوم إن شاء الله، ما راح أتأخر يعني أسبوع 5 أيام. أمين حبيبي، ما وصيكم على نفسكم. مالت منها ما مالت منها، تراها تعبانة اليوم شوي، خليها. أنا فاهمة ومقدرة كل شيء حبيبي، ولا يهمك، بس عاد ما أوصيك على نفسك، اهتم في دراستك واهتم في أختك بعدها، لا تخليني وأنا مسافرة بالي مشغول عليكم. أمين حبيبي، أنا ما احتاجت لك كثير، أبيك توقف معي ساعدني. اطمني يما، إن شاء الله بكون معاك وتروحي وترجع بالسلامة، وإن شاء الله اطمني يعني اعتمدي علي، أنا دام موجود اعتمدي علي ولا يهمك. أنا واثقة من هالشيء، تخليني مسافرة وأنا مطمنة. حياتي. زين ما أنا بستأذن الحين. طيب حبيبي الله معك. قلب اليوم يعتصر لك ويجوني عافية. هلا فيصل. حياك. اقول لك بلغ الشله كلهم، خبرهم انهم معزومين عندي ها بعد بكره. اي بعد بكره في البيت. انت قنيت ولا ايش؟ لا طبعا مو في البيت، ايه في نفس المكان المعتاد. ترى بتكون ليله لا صارت ولا استوت. بعدين اقول لك كل شيء على حسابي انا. ايه تمام. ايه بلغ الشله ها، لا تنسى. بعدنا بعيد؟ مستعجلة؟ لا أبداً، بس يمكن اليوم آخر يوم أروح الجامعة، قررت أني أجل دراستي للسنة الجاية. سالم! خلي بالك إيش فيك، بتقتلنا! أنا آسف، ما كان قصدي. الظاهر ان هلال بدا يسحب البساط من تحت رجولك يا عبد الحميد، وانت ولا عندك خبر، وصار هلال هو الكل في الكل في الشركه. انت لايش تريد توصل يا عبد العزيز؟ صار لك ساعه تلف وتدور حول نفس الموضوع. كن صريح، اقول لي ايش عندك. لازم تعرف شيء واحد يا عبد الحميد، ليش سميرة عينة هلال مدير مالي وبالإضافة إلى عمله عينة المستشار القانوني للشركة، وانت ولا عندك خبر، ليش يا عبد الحميد؟ هي حرة يا أخي تسوي اللي تسويه، الشركة شركتها، تعين وتوظف مثل ما تريد، وما في مخلوق يقول لها لا. إلا أنت يا عبد الحميد، إلا أنت ممكن تقولها نعم وممكن تقولها لا، لأن أنا عارف معزتك عندها، ولو أن هذه المعزة بدأت تتلاشى من يوم ما جه هلال وقربته منها، وأنا واثق أنك كنت، وأؤكد على كلمة كنت أعرف عنها كل شيء يا عبد الحميد. لكن مع الأسف الشديد أصبحت الحين ما تعرف إيش اللي ممكن يدور حواليك. عبد العزيز، أعتقد أخذت الكثير من وقتي ووقت العمل،
وما أعتقد أن في داعي تردد الكلام اللي جالس تسمعني إياه. حتى لو قلت لك أنه سميرة وهلال علاقتهم تعدد حدود العمل وصاروا يتقابلوا خارج الشركة. إيش؟ علشان غلاوتك عندي يا عبد الحميد قلت لازم أقول لك أنه هلال له أطماع في الشركة، وصاحب الأطماع لازم نزيحه. يا رجل أنا لي حقوق في الشركة وما قادر أخذها، وهي واقفة ضدي، فكيف ما تريدنا نصارع على حقوقنا يا عبد الحميد؟ يا ريت إنه يكون كلامك واضح شوية يا عبد العزيز. أنا كلامي واضح وصريح. اسمع يا عبد الحميد، أنا أريد مساعدتك. إيش؟ مساعدتي؟ وبكل الطرق اللي تقدر عليها. تريدني أوقف معاك ضد سميرة؟ نعم، قبل الهلال يوقف ضدك مع سميرة. يا رجل أنت إيش جالس تخرف؟ خليني أنا المجنون وأنت العاقل يا عبد الحميد، وساعدني ولو مرة واحدة في حياتك. أنت لا تعتقد أن أنا جالس أفتري على سميرة وهلال بالكلام؟ لا يا عبد الحميد، بإمكانك تسألهم وين كانوا أمس هي وهلال، وساعتها قرر إذا كنت بتساعدني ولا لا. إيش قلت يا عبد الحميد؟ إيه نعم، بس أنت الحين إيش اللي تريده بالضبط؟ أريد أحذرك من الهدوء، من السكون، من كل اللي حواليك، وقبل كل شيء من نفسك. كأنك تريد تقول لي أني أحذرك من هلال. ليش أنت تعرف شيء عنه ومخبي عليه؟ لو كنت أعرف أي شيء تأكدي أني راح أقول لك. إذن ليش كل هالثورة اللي ثايرها ضد هلال؟ لأني ما أعرف إيش اللي جالس يدور حوالي في الشركة. صرت مبعد مهمش، هلال الكل في الكل. لا 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 يا عبد الحميد، لا، هذا الكلام مو كلامك، هذا الكلام كلام عبد العزيز. والله عاد إذا هي عندك المكتب وسمعك كلمتين وإنت صدقته، أنا أقول على الدنيا السلام. يعني إيش يا عبد الحميد يا عزيزي؟ كم مرة أقول لك وبعدني أذكرك، هذه الشركة شركتك أنت قبل لا تكون شركتي أنا وعيالي. يا أخي حفاظك عليها واجب، كأنك تحافظ على أموالك. وما أوصيك، ما أوصيك أثناء سفري، خلي بالك من الشركة، لا تقعد تسمع كلام من هني ولا هناك يأثر عليك ويأثر على علاقتنا في الشركة. بعدين غيرتك من هلال خليها بعيد. على كل حال بعدني أريدك تفكري وتراجعي نفسك في موضوع السفر. وأنا اللي غلطان؟ بعين عليك مؤدب وطيب. مشكورة يا أنسة منى.
مستعجل؟ لا لا أبدا أبدا، حتى الأستاذة سميرة فرغتني حالك. كانت تريد تقول شيء وتردت. كيف عرفتي؟ مكتوب على جبين. أول مرة أعرف أنه جبيني يطلع كتابه. أحس أن راسي بينفجر من كثرة التفكير في الكلام اللي قاله مرشد. بعدني ما قدرت أحصل على سبب قوي ومقنع أشوف فيه مصلحة مرشد في زواجي من فاطمة. بعدني أقول يا ترى إيش مصلحته من هذا الزواج؟ ما أعتقد أن مرشد يسوي شيء لله. هذا المخلوق كأنه يغريني بأموالها وفلوسها اللي ورثتهن عن أبوها. طبعا طيب ليش؟ لو كان هو طمعان في هذه الفلوس ما كان يدخلني أنا في سالفة الزواج. أكيد مسألة فيها سر، وسر غامض بعد، لكن ما عليه، نتعلم من مرشد وعبد العزيز ودروس بالمجان. مرحبا فوزية، كيف الحال؟ لا أبدا، كنت في البلد شوية، ظروف عائلية أنت تعرف. أنا بعد يا فوزية. تريد تشوفيني؟ طيب بعد شوية أكون عندك، ما عندي أي مانع. مع السلامة. وأول درس من دروس عبد العزيز راح أطبقه معك يا فوزي. ما السالفة؟ الحالة اللي كنت بتسوي اليوم، ولا صاير شيء ثاني ما قلت لي عليه؟ لا ثاني ولا ثالث. ها ما قلت لي على وين كذاك؟ على وين؟ ليش نسيت ان متفقين نروح نتعشى مع بعض اليوم؟ اوه والله نسيت. ابوي لازم تنسى، اللي شاغل لك بالك بينسيك اهلك وشغلك ونفسك وكل الناس من حواليك. خلي منك هذه السالفة وخلينا أروح أبدل ملابسي أحسن. روح أنا بكمل عنك كوب الشاي. وش اللي خلاك تطلب تشوفي؟ ما أعرف يا غسان، بس صدقني هذه أول مرة أطلع فيها مع إنسان غريب. لكن إحساسي يقول إنك ما غريب. فعلا إحساسك صادق يا فوزي، وأنا بعد طول ما أنا كنت في البلد ومع الأهل كنت أفكر فيك كثير وأفكر أطلب إني أشوفك، بس أنت سبقتيني. مثل ما يقولوا القلوب عند بعض. صحيح يا غسان؟ صحيح يا فوزي. بس لعلمك المرة الجاية ما نطلع إلا ونحن مخطوبين لبعض، ويا ريت لو تمهدي هذا الموضوع في البيت عندكم مع الأهل وتوريني المكان. أنت جاد في هذا الكلام يا غسان؟ طبعا جاد يا فوزية جاد، وأنا بصراحة ما يرضيني أطلع معاكي من غير ما تكوني خطيبتي بشكل رسمي. أنت شاهم
شهم أصيل، أنت غير عن شباب اليوم، وأنت غير عن بنات اليوم يا فوزية. فوزية، أيوة. ذيك المرة لما كنت في المكتب وأنا طالع من الشركة، شفت سميرة وهلال جايين مع بعض. أنت بعدك تغار على سميرة؟ أنا غار على سميرة؟ أنا ما طيق أشوفها أصلاً. أنا عارفة أنك ما تطيقها، والله ما أعرف اللي بين سميرة وهلال. يكاد هذا الإنسان يكون معظم أوقاته مع سميرة، ليش؟ ما أدري، يمكن يدرس معاها مشاكلها مع عبد العزيز، ويمكن يكون محاميها. وعلى فكرة أنا شفت تذكرتين سفر باسم هلال وسميرة، وهم مسافرين بكرة المساء. إيش؟ خليك من العتاب الحين وسمعني زين يا أستاذ عبد العزيز. هلال وسميرة مسافرين بكرة، يعني مدام سميرة مصرة تسوي اللي في راسها. أقول لك هذه مصادر مؤكدة وصحيحة، طبعا مصادري. المهم أنا بكرة الصباح بجيب لك وقت المغادرة ورقم الرحلة. أنا اتصلت فيك يا أستاذ عبد العزيز علشان أخليك في الصورة، وما أظن أني جالس أسوي شيء من وراك. المهم أنا أنتظر منك الخطة والخطوة التالية، وأنا تحت أمرك وأنتظر مكالمة. مع السلامة. حين من المقضي عقده في نهاية سبتمبر. And he's really good look. Problem of Liberia. لك دروك خلينا نحكي لك. أنت كنت عارفة أن سميرة مسافرة؟ أيوة عارفة. وليش ما خبرتيني يا إيمان؟ وإيش الداعي أني خبرك يا عبد العزيز؟ وعارفة ليش سميرة مسافرة؟ مثل ما قالت إنه عمل، والدليل على ذاك إنه ماخذ واحد من موظفين الشركة معاها. أنت على نياتك يا إيمان. هالأمر بيمشي يا سعد، وإحنا لغاية الحين ما قادرين نكون أنفسنا، ما قادرين نتزوج، ولا حتى قادرين نفتح بيوت. أشوفك هذي اليومين مركز كثير على موضوع الزواج، وش سالفة؟ لا سالفة ولا شيء، بس من حقنا نعيش مثل الناس اللي عايشة، نتزوج، نجيب أولاد، نفتح بيوت وغيره. يا أخي ترانا إحنا الحين نشتغل ونجهز أنفسنا، بعدين يحلها الحلال. أقول سعد، سبق وشفت بنت الأستاذة سميرة؟ سالم، ها؟ لا تقول إنك تريد تزوجها. أتزوجها؟ هي تتزوجها، والدليل على ذلك إنك صرت تفكر فيها كثير هذي اليومين، وخاصة من صرت توديها الجامعة. والله العظيم ما دار في بالي أساساً هذا الموضوع، لكن لكنك معجب فيها. ما صدقت انها تقول لك روح وديها وين ما تريد. ما شاء الله على قلبك، شبك على طول. اسمعني يا سعد، اللي من امثالنا ما المفروض انهم يشوفوا على فوق، وخاصه لما يصرفوا على اهلهم من هذه الوظيفه. يعني حتى لو صاير شيء من اللي بتقوله انت، فهذا بيظل في داخلي. حتى انت انا ما اريد اقول لك اياه، لكنك سحبت مني الكلام سحب. كلامك صحيح، مفروض حتى إن ما نحلم. يلا خليها على الله ومشيها. يلا يلا بسم الله. ألو. أيوة أنا سمنها. إن شاء الله إن شاء الله ولا يهمك. حاضر حاضر. يلا مع السلامة مع السلامة. ايش فيه؟ هذه أنسة منى، تريدني أمر عليها بكرة لأن عندها مشاوير. يا ترى أي من المشاوير هذه اللي تريد تروحها؟ الله يعلم. Thank you.
خلاص يا فوزية، أنا مستعد إني أخطبك. وخلاص يا فاطمة، أنا مستعد إني أخطبك أنت بعد. يعني ما ناوي تقول لي ايش اريد منك غسان؟ انت ما بتوديري هالسالفة، ما بسك منها، هلكتين سالتيني 100 مرة وقلنا لك ما في شيء يا ابوي، ما في شيء. وبعدين لما يجي الوقت المناسب بخبرك، لكن الحين لا. وليش لا؟ واذا ما تخبرني انا اتخبر من؟ اخبر من يعني؟ ها انت يا زكية، لما كم يوم حاس ان في شيء يدور في راسك، ايش هو الله اعلم. لو خبرتيني عنه بريحك. الحين ما ناوي اتكلم، لكن يوم يجي الوقت المناسب راح اتكلم، وتاكد اني راح اتكلم على الهوى مباشره، يعني وجه لوجه. خاطري مره بس نجلس نتريق من غير ما تتضاربوا. انتوا مالكم كذاك؟ ليش ما خدمت تستحملوا بعضكم؟ انا مليت. هذه امك يا فاطمه لو ما سمعتني كلمتين على الصبح ما تكون ذكيه، ولو في يوم من الايام حصلتيها جالسه وهاديه وتضحك معناتها في شيء غلط في الكون. حرام عليك يا عمي، لا تقول عن امي كذاك، انا ما يعجبني فيها اي كلمه. خليه وبيطلع منا في الاخر. بس لازم بعدني اعرف ايش يريد منك غسان. سمعتيها؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم انتي خلينا الحين من سالفه غسان هاي، مو نبغالهم نحن، مو خصنا فيهم. سمعيني زين انتي، شينا قطعه ارض مساحتها 2000 متر ومطلوب لها 25,000 ريال بس. اذا تبغينها كان جهز عمرك، تراها بموقع ما يحتاج، موقع ممتاز وجيد. زين جيب لي البايع وانا اتفق معه. يا زكي جلسي كذاك انت لحد ما تطير منك كل الصفقات، وبعدين قولي يا مرشد انت ما مهتم باموالي مثل الاول. هي لوميني خلافات. لا من قال انك ما مهتم؟ كنت مهتم ومهتم ومهتم بعد. انا ابوي عارف هذه اللجه ايش معناها، عارفينها يا زكيه، لكن ما علي ابوي. المهم العامل اللي طلبتيه ترى بيجيك البيت هني. واخيرا جبت العامل. زين ما نسيت موضوع العامل بعد. على العموم هو بيجي البيت هني وانت اتفقي معاه باللي تريديه منه. زين بتفق معاه، لكن اتفاقي ما بيكون يعجبك غصبا منك. روح حال شغلك روح، لانه ما شف فايده. ما راح اقول لك ليش اريد العامل. قلت لك روح، ترى ما شف فايده من وقف التكينه. لحظه عمي باجي معاك. وانت هين سيرك ذاك من غمشه؟ وين رايحه بعد؟ راح عند سلمى. وانت ما عندي السالفه غير هذا اللي اسمها سلمى، أشوف ما حد ما يبغاها هالبنية. ما لي غيرها في البلد، هي صديقتي الوحيدة. إنزين روحي بس لا تتأخري. يا إن شاء الله، يلا مع السلامة. مع السلامة. بعدني لازم أعرف إيش كان يريد غسان من مرشد. ما حد يجيب لي الخبر غير هذا الخصف اللي اسمه مطر، ومن يجي أخليه يخبرني عن السر. وساعتها بنشوف يا مرشد، يا أنا يا أنت. وش قال بعد يا عمي؟ قالوا كلامه صحيح يا بنتي، قال إنه بيجي خطبك رسمي، لكن ما يصير يجي وحده وما يجي حد معه من أهله. وطلب مني عاد مهله يومين لغاية ما يصالح أهله ويرضوا عنه. كلامه صحيح، وأنا أشهد نعم منه كلامه صحيح. غسان يعرف العادات والتقاليد، إنسان نشمي ونعم فيه. كمل كلامك يا عمي لا تسكت. الله يسلمك يا فاطمة، غسان بدأ أمس
يصالح عمه خميس. لكن عمه خميس ما استقبله ذاك الاستقبال الزين، وهذا اللي أثر في نفسه مسكين. لكن قال لي ها أنا أحاول معهم وأصالحهم كلهم، لأنه ما يريد مشاكل بينه وبينهم. يعني تظن أنه قريب بيجي عندنا البيت؟ أظن، إلا متأكد، وستين ألف متأكد. اسمع أنت، خير يا عمي؟ فيش تفكر؟ أفكر في أمك يا فاطمة، ما أعرف كيف أقنعها بالصفقة اللي خبرتها عنها قبل شوي. هذه فرصة، وفرصة كبيرة بعد. أنا ما أعرف هاي الإنسانة، هاي ما أعرف مصلحتها، ما أعرف مصلحتها أبدا. يا ما صفقات ضيعتها. والله لو كان عندي توكيل على كل أموالك لاشتريت لك هذه الأرض وما خليت حد يأخذها غيري. لا تخاف يا عمي، التوكيل أنا بعطيك إياه، والصفقات اللي جاية أكثر من الصفقات اللي راحت، وانت رجال السوق وتعرف كل شيء فيه. بس الحين أول خلينا نخلص موضوعي قبل كل شيء. بس يا فاطمة أنا أبغى نضيع هذه الصفقة وتفوت علينا. الحين خلينا من موضوع الصفقات يا عمي. ها خبرني، إيش قالك غسان بعد؟ أو يوم شفتك وانت تعاني السدر.